السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم كوزينة حنان. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. لا فيديو تاع اليوم وهي فطيره الفارينه، رايحه نعطيكم وصفتي المعتمده، يعني ميم تاع بلادنا هنا نعملوها، جد رائعه، تجي طريه ومقرمشه في نفس الوقت. نبداو بسم الله. هنا عندي كميه من الفارينه، العبر تاع كاس، نعطيكم العبر تاع الكاس تاع 240 او 250 مليلتر، 3 كيسان تاع فارينه مغربله، 4 ملاعق زيت، 3 كيسان تاع فارينه مغربله، الكاس تاع 240 او 250 مليلتر نفس الشيء، 4 ملاعق زيت، اللي يحبها بزيت زيتون يعمل زيت زيتون، انا حنا نحبوها بالزيت، 4 ملاعق زيت، الملح حسب الذوق، ونعملوا الماء مباشرة بلا ما نبسوها. اللي تحب تبسسها دخل الزيت في الفارينة ما عليه، نفس الشيء تعطينا نفس النتيجة. هنا نعمل كمية الماء بالعقل. هنا راني حاطة الفارينة تاعي والمقادير على لو بلون دو ترافاي، على رخامة يعني الشغل. نصب الماء بالعقل، الماء بارد ماشي سخون ولا داف، الماء بارد لان ما راناش عاملين خميرة العجين او خميرة الحلويات. نلموها ما نعجنوش، جوست ندخلو ونلمو كما راكم تشوفوا فيا، ندير نلمدوها. هنا راني نصور بيد، ما عنديش البغاء ولا حاجة اللي نثبت بها التصوير. بعد ما لمينا غير الفارينة مع الماء، دخلناها شوية في الماء قبل ما ندلكوها، نمدوها شوية، نضيفو نصف ملعقة كبيرة من الزبدة أو المارغرين، نصف ملعقة كبيرة أو زبدة من المارغرين. هنا كمية الماء دات معايا كاس وشوية، كاس وشوية، نتوما عينكم ميزانكم. تستعملوا هذه الطريقه في الدلك، يعني شغل تعركوها ماشي تدلكوا، شويه شويه، واحد 3 مينوت هكذا، 3 دقائق، ميم با 5 دقائق، جوست لمدوها برك كيما راكم تشوفوا فيا. نعمل هنا راني بيد وحده وبيد نصور، ما ديروهاش طريه لان راهي العجينه بالفارينه، لو عملناها طريه رايحه تجينا شغل تتكسل. نديروها شويه شاده، روحها شويه يابسه باش تعطينا قرمشه. نخلو العجينه تاعنا تريح لمده 5 دقائق، قلت لكم نتلاقاو من بعد. هنا راني حليتها من بعد 5 دقائق، خديت من العجينه كره وحليتها، راني نحل وندور نحل وندور حتى عطاتني الشكل هذا الدائري. عملتها في طاجين سخون، يكون سخون ماشي سخون بزاف، لو عملناه سخون بزاف رايحة تتحرق معنا الخبزة في الأول كي نحطوها، وتعمل هذيك القشرة وتتحرق. شوية شوية سخون، شوية شوية نخلوها تطيب عقلها، باش تطيب من الداخل راهي فارينة. هذه القرصة الثانية، واللي ما تحبش تقبها كيف كيف نفس الشيء، تجي مقرمشة وهايلة. هنا من بعد ما طابوا الخبيزات ديالي، عملت معاهم لاتاي بالنعناع، جات طرية ومقرمشة في نفس الوقت، روعة. اللي تحبها خشينة على هكذا تخشنها شوية، ديرها شوية خشينة. إذا حبيتوا تاكلوا بها جواز ولا حميس ولا يعني للماكلة المراقي، ديروها شوية خشينة على هكذا. واذا حبيتوها لاتاي ولا قهوه حليب تعملوها هكذا دقيقه شويه كما انا، وقضيه اذواق. احنا بازينا على العجينه والطريقه والمقادير والكيفيه تاعها. هنا راهي عندي الفطيره سخونه، رانا نشرب بها لاتاي، عملت لها الزبده مباشره، ماشي زبده زبده مارغرين، تذوب فيها مباشره وهي سخونه. جربوها تعطيكم ذوق ولا اروع، ما تشبعوهاش مع لاتاي بنينه بالبزاف، صدقوني خير من الكاطو. فوالا كيما راكم تشوفوا،
نقول لكم جربوها، راهي بنينه بالبزاف. تاع السميد وحدها، وهذه ثاني وحدها، راهي بنينه بالبزاف. ترقبوا الفيديو الجاي ان شاء الله. بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم.